هذا البرنامج برعاية عسلامة ومرحبا بكم في كوجينة اليوم. اليوم نغسات زمنية وبنينة مغرومين بها التوينسة الكل اللي هي النواصر، واليوم باش نعملوهم بالعلوش. اما ما تخافوش باش نعطيكم زادة ديزاستويس كان تحبوا تعملوها بالدجاج كيفاش تجي ناجحة وناجحة برشا. مع الغسات متاع النواصر اليوم باش نعملو سلطة سهلة بالعدس، باش تشوفوا كيفاش العدس نجمو ناكلوه في سلطة باردة بنينة، وهي طريقة سهلة باش نوكلو العدس اللي هو غني من الحديد وفيه برشا منافع للصغيرات، حاجة بنينة وناجحة كيف كيف 100%. توت سويت نبداو مع النواصر. دونك شنو نستحق للنواصر متاعي؟ نستحق النواصر متاع الوردة بالطبيعة، الفاح اللي باش نستعمله مع الحملة علوش حاجة سامبل ياسر، اللي هو الفلفل الأحمر متاع إبيسي سافور، شوية هريسة متاع ستيكاب، ملح وفلفل أكحل. أكهو كان جينا عنا دجاج راني حطيت كركم، وراني حطيت زادة شوية قرفة، سواء تتفور مع النواصر متاعي سواء ديريكتومون مع الدجاج. شنو نسحقوا آخر؟ بالطبيعة من عند ستيكاب الطماطم المعجونة اللي هي الباز متاع الصوص متاعنا. خذيت كابتين بطاطا، بالطبيعة الحمص منفخ ديجا من البارح باش هكاكا يطيب لنا فيسع فيسع، بصل شوية بصل أبوبخي كعبة ولا نص كعبة بصل احنا والكمية متاعنا. ظهر لي المكونات الكل، بيان سور الزيت نجمة اللي هو توت سويت دير باش نبدا نحط شوية زيت في النواصر متاعي، شوية ملح شوية فلفل أكحل، نخليوها هكاكا تشرب مليح الفاح والزيت لو طون اللي انا باش نلانسي الصوص نتاعي. الفلفل الاكحل تاع ايبيسي سافور، دونك هوني نكيلو بالمغرفه، شطر مغرفه، جوست تشيشه تشيشه تشيشه، اوب خلطو مليح، خليوها تشرب. باش نعملها فريمون على الطريقه انا اللي تعجبني، ستادير شنو باش نعمل؟ باش نفورها ومن بعد باش نسقيها وباش نجمرها في الفور. هذه هي احسن طريقه باش واحد يعمل النواصر، باش كيكا يبداو هكا فما، نحب كي يبدا فما كعبات نواصر يبداو بريسك محروقين على خاطرهم مجمرين مليح في الفور. فوالا المربعات كما يقول لي المقرونه، مربعات كما يقول لي ولدي. وتوا ديريكتومون باش نعملوا الصوص نتاعنا. دونك نحطوا شوية زيت نجمة، هلا برشا عبيد يقول لك اللحم نحطوهم بعد، نحطوهم بعد في الصوص. أنا الحقيقة يعجبني كي نفوح الزيت باللحم، معناتها ريتك شوية شحم، وكي باش تبدا هكا تبدا عنا كيما اون كروت نجم نقولوا هكا، كي اللحم يولي محمر شوية تعجبني هاكا. علاش؟ باش نسخن النار مليح باش نفوح اللحم متاعي. فوالا الفلفل الاحمر تاع ايبيسي سافور اللي هو ناخذوه احنا وشنو نحبو، كم ديجا فما الهريسه نجمو ما ناخذوهش حار برشا، ناخذوه متوسط. هوني باللي ديت واحد يفهم روحو خير. فوالا الفلفل الاكحل، هذايا لاستوس نتاعي ديريكتومون توا باش نخليك الشحم شويه نتاع الحم العلوش يذوب يتحمر شويه اللحم نتاعي. دونك باش نفوح الزيت، فوالا لازمو يغني لازمو يكون سخون هذاك، ما نخسروش بالطبيعه من بعد نصب عليه شويه ماء ونزيدو في الصوص.
لازمها تخرج ريحة البنينة. بالريحة ديجا واحد يعرف اللي واحد كي قال لي اللحم ماهيش خايبة الحكاية. من بعد البصل نخلطو معاه البصل دونك مقصوصة جيدة. هوني لي دي فريمون باش يذوب بالطبيعة البصل مع اللحم. كي تشموا الريحة تفهموني. كي ترجع تغني الكسرونة وقتها باش نزيد الطماطم. لازم كل شيء يبدا مقلي مليح مليح دونك تبدا السخانة بالقدا ومن بعد باش نمرقوا ونخليوها في عقلها تطيب على روح. رجعت الكسرونة متاعي تغني دونك باش نحط لها الطماطم المعجونة. دونك هوني الهريسة كيف كيف من عند ستيكاب. انا الحقيقه ما نعملهاش حاره برشا خاطر ولدي مغروم بها وماذا بيا العائله الكل تنجم تاكل منها. اما هما تبارك الله عليهم راهم صغيرات نتاعنا دو مانيير جينيرال يوصلوا 3 سنين سايي يوليو ياكلوا الحار. هلا خلاها تتقلى جوست لو طون. انا كعيبات البطاطا باش نقصهم بالطول. البطاطا هي الحاجة الوحيدة اللي مانيش باش نقلاها بالطبيعة بالكل. أكل الفيحة هذاك اللي قلت لكم عليه ما نخسروا شيء. هلا فوالا اون فوا نحسوا حتى الريحه معناها ولات هي ما تبدلتش من الاول تبدا خاطر تشموا الريحه قاعده تطلع وقاعده تتبدل. اون فوا الريحه سي ولات ستابل وقتها نمرقوا بالماء كميه باهيه نتاع ماء. تسكت الطنجره نتاعنا البطاطا الحمص وتوا النواصر. فسر لكم فيسا فيسا شنو باش نعمل. توا باش نخلي النواصر تتفور وبعد باش نسقيها شويه خليها تزيد تتفور ومن بعد نتلقاو بعد فاصل صغير باش نوريكم كيفاش باش نحطها في الفور. نكمل نصب عليها وقتها نسقيها ونحطها في الفور باش تتجمر. الفور نتاعي سخون 200 درجة لازم يكون سخون مليح. وحاجة أخرى مهمة نأكد عليها كي نحبوا نجمروا راهو أوني با أوبليجي باش نجمروها. أما كي نحبوا نجمروها وأنا ننصحكم باش تعملوها العملية هذية لازم الصوص نتاعكم تبدا ميها شوية. لازمها تكون بالعاني لازم تخليوا فيها مزيد من الماء باش هكاك تكمل هي تشرب في الفور الماء نتاعها وتكمل تتجمر مليح وما تشيحش النواصر نتاعكم. كيما توا تنجموا تشوفوا مخليه شويه صوص بالعاني في الفوم تاع البلا نتاعي باش هكاك من بعد يكمل يتشرب 100% في الفور. فوالا بالطبيعه ما نحطوش البطاطا واللحم نخليوه في الاخر للزينه. دونك 200 درجة باش نخليه لمدة ابخي 20 دقيقة حتى أقل ساعات احنا ونعملوا عليه الطلة. لازم يكون هكا على جناب يبدا يتحمر شوية يبداو هكا كعيبات نواصر يجيو يتقرمشوا. نحطه في الفور اونتخو طون. وعدتكم باش نعمل سلطة متاع عدس سهلة وبنينة. دونك باش نعمل السلاطه نتاعي راهي سر اي سلاطه هي الصوص نتاعها الفينيغريت نتاعها. وانا باش نعطيكم الفينيغريت
الباز الأساسية اللي بعد نجموا تزيدوها برش حاجات ونقولكم عليهم، أما هي أحسن واحدة وأبن واحدة اللي ناجحة وتجينا سهلة ما فيها حتى شيء. دونك المكونات هما قرص، متاغد، زيت زيتونة، ملح وفلفل أكحل. هذوما المكونات دو باز نتاع الفينيغريت نتاعي. دونك أول حاجة كعبة القرص نقصها في زوز، فوالا وتوا حاشتنا بفوي. دونك قلت لكم هي هذه الاساس الباز نتاع الفينيغريت. من بعد انتم تنجموا تزيدوا اللي تحبوها، باش نعطيكم كلكو زيدي شنو هما الحاجات اللي تنجموا تزيدوهم. دونك اول حاجه شويه متاغد، مش برشا، شويه قارس. وانا قد ما نحط متاغد نحط عسل، تجي حاجه حلوه ومالحه بنينه برشا، جربوها وتذكروني. زيد اسوس واحده اخرى كان تحبوا حاجه خاثره شويه، اون صوص تبدا خاثره، وكان تستعملوا باغ اكزومبل معاها الفقوس تجي بنينه، كان تحطوا مغرفه نتاع ماكله ياغورت طبيعي من غير سكر تجي حاجة روعة. كان تحبوا حاجة مثومة شوية تزيدوا شوية ثوم، مش برشا بالطبيعة. نحلو المتاغد في وسط القارس، زيد شوية متاغد خاطر مع العدس قوي، دونك معاه يجي بنين برشا المتاغد. دونك عليكم انتم من بعد باش كل واحد يتفنن، فما شكون يحط الخل وسي فغي هي تجي بنينه بالخل، وقتها ما نحطوش القارص كي نحطوا الخل، كل واحد شنو يحب في الفينيغريت نتاعو. وتوا شويه بشويه باش نصبوا زيت الزيتونه وندوروا بالفوي فرد مره. باش تقولوا لي علاش تعمل في الحكايه هذيا، علاش تصعب فيها تطلع فيها كل مايونيز. سي فري خاطر شوف كان ما نعملش الحكايه هذيا تنوريكم من بعد كيفاش باش تطلع الفينيغريت نتاعي، باش تجي كومبليتمون ميها ويجي الزيت وحده والمتاغد وحده. هذه الطريقه الوحيده باش يبدا الخليط متماسك 100% وتجينا خاثره كل مايونيز. فوالا ما حشتيش اكثر من هكا، شويه ملح، شويه فلفل اكحل ايبيسي سافور، اب وهوني فريمون نحبكم تركزوا معايا باش تشوفوا التكستور نتاعها كيفاش ولات. ريت كيف ما المايونيز ها، علاش؟ على خاطرني دورت وصبيت الزيت فرد وقت، وهذا هو راهو باش يعطي البنه للسلايت نتاعكم. برشا عبيد ما تحبش السلايت على خاطرهم بالحق نقولوا احنا مطعمهم يجي فاد، يجي ما فيش نقولوا مطعم كيما الحار ولا كيما المثوم ولا حاجه هكا. كي تعملوا فينيغريت بنينه السلطه نتاعكم تنجح وما يبقى منها حتى شيء. نكمل. دونك شنو خذيت؟ خذيت هوني عدس، سواء تاخذوه هو هذا ينجح مليح في السلطه راهو خاطر مطعمه يقعد قوي وبنين، دونك يتكل بارد ينجح. سينو تنجموا تستعملوا العدس الاصفر، انا نخير هذايا الغامق للسلطه. دونك العدس نخليوه يتنفخ ومن بعد نطيبوه. انا كي نطيبو نحط اوريقه رند وناخذ نص كعبه سفناريه نقصها معاه نخليها تفوح الماء اللي باش يطيب فيه العدس، ومن بعد نبردوه 100%. شنو خذيت اخر؟ طماطم جوست مقصوصه مكعبات صغار، فما زاده شويه بصل. البصل كيف ما تحبوا انتم، تنجموا تحطوه تنجموا ما تحطوش انتم وصغيرات، فما صغيرات ما ياكلوش على خاطر البصل الني، اما هو يجي بنين برشا في الغوسيت هذايا. وشويه معدنوس مقصوص صغير باش نحطوه في الاخر، وبيان سور للصغيرات خذيت جامبون بعد باش نقصوا دي بوتي دي ونزيدوا للسلطه نتاعي. دونك اول حاجه دايوغ باش نبدا بها هي الجامبون. هوني طلبت كي خذيت الجامبون طلبت باش يقصوه لي غليظ شويه، ما شريتوش ديجا مقصوص باش نجم نقصو مكعبات صغار. هالا
Donc, عنا العدس نزيدو له الجامبون ريت كيفاش كعبة تنجم فريمون تعبي لنا السلطة نتاعنا. السلطة هذه ما تتكلفش ماهيش غالية، نجمو حتى نستغناو على حاجات. الوغ هوني فريمون البصل مانيش باش نحط برشا، باش نحط شي شبرك باش العباد اللي ما تحبش البصل الني نجم كومام تاكلو. معنوس هلا والفينيغريت نتاعنا ما ننساوهاش. اون بلوس الفينيغريت نحكي لكم حكايه، تنجموا راهو تعملوها مره وتستعملوها على ثلاث ايام. انا هذاك شنو نعمل الحقيقه، نعملها وبعد على ثلاث ايام، خاطر السلاطه لازمنا ماك تعرفوا لازم نفوحوها جوست قبل ما ناكلوها، سينو تذبل 100%. دونك نعمل نهار اثنين نعمل بها سلاطي نتاع نهار اثنين، نهار ثلاثه نزيدها مغرف عسل، نهار الاربع علاش لا نزيدها شويه ياغورت، كل مره نزيدها حويجه كم سا نبدلها وما نقعدش كل مره نعاود في الفينيغريت. فوالا السلطه نتاعي حضرت، ما بقى لي كان باش نعمل طله على النواصر كان جمرت مليح ولا لا، وهكا يكون المنيو نتاعنا كمل. وهكا نكونوا في كوجينة اليوم تعلمنا دبة دبة الغوسيت نتاع النواصر اللي بالعلوش. اما كيف ما قلت لكم كان تحبوا تعوضوا العلوش بالدجاج جوست فلفح تزيدوا تنحيوا شوية فلفل احمر وتزيدوا كركم وتزيدوا سورتو القرفة، هي اللي تزيد برشا بنا في النواصر اللي بالدجاج. وعملناها بيان سور مجمره، نجمو نشوفو كيفاش فما كعيبات محروقين شويه مع النواصر نتاعنا. عملنا سلاطه نتاع عدس، شفنا اللي هي سهله ما فيها حتى شيء، نجمو تحضروها اون بلوس وتاكلوها زيدا كيف كيف على برشا مرات. شفنا زيدا اسرار الفينيغريت، ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي غوسيت نتاع اليوم. انا ما بقالي كان باش نقولكم باي باي الى بروشين شي زايد. هذا البرنامج برعاية